مساء الخير عليكم واهلا بكم. حلقه جديده وبرنامج ايه الحكايه، حلقه الاثنين 29 مايو 2023، وهي حلقه نهايه الاسبوع بالنسبه لي، يعني نهايه الاسبوع اللي هو بيبدا يوم الاثنين، مش عارفه ازاي. فبكره ان شاء الله هتكونوا مع الزميل العزيز عماد البحيري بدايه الايام الخاصه بيه. زي ما قلت لكم امبارح كانت حلقه مختلفه، لكن النهارده هنرجع بقى لاخبارنا ومشاكلنا وقضايانا واحلامنا وامور كتيره جدا كده. فهبدا معاكم في بدايه الحلقه بالملف الاقتصادي، وبعد كده عندنا موضوع يخص السياسه في مصر والاحزاب وازاي بتدار الاحزاب في مصر، والجزء الاخير من الحلقه هيكون معانا الدكتور عصام عبد الشافي استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه، عشان ناخد منه قراءه للمشهد بعد فوز الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في الانتخابات الرئاسيه التركيه وماذا بعد. امبارح طبعا كان في أمور كتيرة على السوشيال ميديا، إذا بتنم عن شيء فهي بتنم عن نوايا الدول دي وما وراها. فكل ده وأكتر هيكون معنا إن شاء الله في الجزء الثاني من بداية الحلقة. هبدأ معاكم بالملف الاقتصادي، وهروح لبنك ستاندرد شارترد اللي كان ليه تعليق أخير على الاقتصاد المصري، واللي أعلنوا من خلال بيان أصدروه إن مصر عندها سيولة تكفيها لمدة سنة ونص. السيولة اللي موجودة في مصر في الوقت الحالي هي سيولة تكفيها لمدة سنة ونص. قال لك رغم طبعا أن تدهور مركزها الاقتصادي الخارجي واضح بصورة كبيرة جدا، إلا أن مصر عندها سيولة كافية أن هي تدفع الديون بتاعتها وخدمات الدين في الفترة من 12 ل 18 شهر، يعني زي ما قلت لكم من سنة لسنة ونص. والبنك أشار كده في البيان بتاعه إلى أن المقرضين لسه بيدعموا مصر، المقرضين الأساسيين للنظام المصري حتى اللحظة ما تخلوش عنه وبيدعموا الاقتصاد المصري. يعني أنا مش عارفة هو ده خبر كويس ولا خبر وحش، يعني الحمد لله، الحمد لله أن مصر هتكون قادرة في الفترة اللي جاية سنة سنة ونص على أنها تسدد الديون بتاعتها وتسدد خدمات الدين اللي عليها. لكن السؤال، إحنا محتاجين ده في السنة ونص دول، في السنة ونص دول اللي يكفي ان البلد تستمر؟ لان لو فضل الوضع على كده هيبقى فيه مشكله كبيره. الدخل او الاحتياطي اللي موجود هو مش بس لسداد الدين، في دوله، في دوله شغاله، في مشروعات المفروض انها قائمه. هم اتكلموا على اللي موجود الاحتياطي ده للدين يكفيها الثلاث دفعات اللي جايين عليها. برضو كمان البنك أشار، مش البنك أسفة، البيانات عموما الصادرة من أكتر من مؤسسة اقتصادية بيقولوا أن لو تم رفع الدولار ل 38 جنيه، وده التعويم اللي الحكومة رافضة أنها تعمله، ده معناها أن الدين العام المصري هيتجاوز 100% من الإنتاج المحلي. احنا لغاية آخر وقت شايفين أن الدين تقريبا وصل لحاجة 90%، وده رقم ضخم جدا، رقم ضخم جدا أن يبقى الدين بيمثل أكتر من 90% من الناتج القومي. فعشان كده الدولة رافضة تماما موضوع التعويم، لأن لو حصل التعويم والدولار بقى ب 38 ب 37 ب 39 الله أعلم هيكون بكام، ده كده هيبقى معناها أنه تخطى 100% من الناتج المحلي. من ناحية تانية طلع الدكتور محمد معيط الحقيقة واتكلم على الرسوم اللي تم تطبيقها أو اللي المفروض إن هيتم تطبيقها من خلال المشروع اللي عملوه بتاع ضريبة الموارد، تنمية الموارد اللي تم فرضه. قال لك يعني هو أنتم متخيلين إيه؟ أنتم متخيلين الحصيلة كام يعني؟ ده الحصيلة كلها 5 مليار، 5 مليار جنيه، 5 مليار جنيه دي مبلغ مش كبير، ده بالنسبة للسيد محمد معيط وبالنسبة لدولة زي مصر 5 مليار دول ولا حاجة. لكن هو وجهة نظره إيه بقى؟ وجهة نظره أن ال5 مليار دول لما يجوا من جيبك أنت كمواطن مصري أحسن ما استلفهم. مين اللي بيقول الكلام ده؟ الدكتور محمد معيط، دكتور محمد معيط اقتراض، اللي لما سألوه هتحل المشاكل اللي عندك إزاي يقولك هقترض، هتسد الديون اللي أنت بتقترضها إزاي، قالك هقترض تاني. النهاردة اكتشف ان الاقتراض مش الحل، واكتشف ان لما اخد من جيب المواطن واطلع ضريبة جديدة اخترعتها كده وانا قاعد هتجمع لي 5 مليار جنيه، دي احسن بكتير من ان انا اروح استلفها. قال لك طبعا ان فكرة تقديم المشروع ده كانت اتقدمت في المجلس في الانعقاد اللي فات، وكان النواب بعضهم كان معترض وبعضهم كان عليه بعض الملاحظات، خصوصا البند اللي هو على المياه الغازية.
يعني قال لك المياه الغازية والسلع المعمرة يعني دي ما هياش سلع استفزازية، ولا هي سلع القادر هو اللي هيجيبها، مش كافيار وسلمون النرويجي والجبن المستوردة. فكان عندهم تحفظ على ده، لكن يلا مش خسارة فيكم، وتم فرض القانون وخلاص. لقينا بقى مجموعة من النواب الحقيقة طالعين وبيهاجموا القانون على غير العادة، ومنهم النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب. قال لك أنا كنت من الناس اللي معترض على القانون ده، أنا من الناس اللي رافض تماما 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 فكرة إن احنا نزود ضريبة جديدة ونسميها رسوم تنمية. قال لك أنا ضد الكلام ده، وفكرة إننا نقول أصل احنا بنحاول إننا من الضريبة دي نجمع أي موارد مالية عشان نسد عجز الموازنة، ده كلام فاضي. قال لك ده كلام غير صحيح بالمرة. قال لك الرسوم اللي مقدرة دي 5 مليار جنيه، في حين بقى ان العجز 500 مليار جنيه. 500 مليار، دي معلقة من طبق الموازنة. يعني احنا بالظبط كده عارفين فيلم غبي منه فيه لما قعد يقول له لما بنسرق الناس دي مش هتفتقر، قال له لا مش هتفتقر، لما يبقى واحد معاه طبق كشري وتاخد منه معلقة هو مش هيحس، ومش المعلقة دي اللي هتجوعه. فهو نفس الحكاية، الخمسة مليار دي اللي هيجمعوها هي معلقة من طبق الكشري اللي اسمه عجز الموازنة، لكن هي أثرت وفرقت مع المواطن اللي هتتفرض عليه الضريبة دي، لكن في العجز ولا تعمل أي حاجة، ولا تعمل أي حاجة ولا تحل أي حاجة. 5 مليار من 500 مليار عجز، لكنها أي حاجة أحسن من الاقتراض، زي ما قال كده الدكتور محمد معيط، ناخدها من جيوب الناس أحسن من الاقتراض. برضو كمان عندنا النائب عبد المنعم إمام، وده أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، هو كمان اتكلم على تعديلات قانون رسوم التنمية اللي أقرها المجلس. قال لك إن دي هيكون ليها تأثير مباشر على الاستثمارات الأجنبية، لأن أنت كده بتشوه البيئة العامة، بيئة الاستثمار في مصر. قال لك بيئة الاستثمار والمحفزات اللي عندنا في مصر في أسوأ حال. بسبب إيه؟ بسبب سياسات كل شوية بتتغير، بسبب إن عندنا ناس بتطلع تدافع عن قوانين سيئة السمعة. ونيجي نسأل المواطن المستثمر ما بيجيش مصر ليه؟ قال لك المستثمر يجي ليه؟ يجي في بلد ليه حالته مش كويسة. ولما طلعت الأموال الساخنة من مصر في 2020 وال 2021 عرفنا إن إحنا عندنا مشكلة، والكل بقى عارف إن عندنا مشكلة. فإحنا النهاردة جايين بنتكلم وبنقول هي الناس بتهرب ليه؟ بتهرب من رسوم تنمية، بتهرب من ضريبة مضافة، بتهرب من معرفش ادفع لي إيه بالدولار الأول كده أحجزه وبعد كده نمشي معاك بالتقسيط. بيهربوا من كده. المستثمر شايف إن البلد دي فيها مشكلة، اقتصادها فيه مشكلة، عايزين فلوسي وبس، مش مهم أنا هيدوني إيه خدمات. فالحقيقة لو إحنا بندور على مستثمرين محتاجين إننا نبص الأول على القرارات اللي بتطلع، الأول على القرارات اللي بتطلع وتدرس كده وتتشاف، ومش لازم من نفس الناس. يعني ممكن نشكل لجنة جديدة، لجنة من رجال الاقتصاد ورجال الأعمال والمستثمرين حتى اللي بره، ونقول لهم رأيكم إيه؟ إيه في القرارات دي منفر لحضرتك كمستثمر؟ وإيه منهم كويس وحضرتك تحبه وتفضله؟ وبناء عليه نقول بقى ده احنا بننفر الناس ولا بنخليهم في بيئة مشجعة على الاستثمار. بصوا بقى، الدولة والمالية اللي عمالة بتبص على 5 مليار جنيه عشان يسد بيهم عجز الموازنة ال 500 مليون جنيه. الدولة دي بقى ايه؟ الفترة اللي فاتت انتشرت أخبار كده عن البرج الأيقوني وتكلفة البرج الأيقوني وفلوس البرج الأيقوني دي أفضل بكتير إنها تتوفر، والأربعة مليار بتوع البرج الأيقوني. فقال لك لا لا لا، إيه ده؟ إيه الكذب والإشاعات اللي طالعة علينا دي؟ فطلع المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة وقال لك يا جماعة 4 مليار دولار ده كذب. البرج الأيقوني بس هيكلفنا 2 مليار و700 مليون. ايه انتوا هتنهبوا؟ انتوا بتضربوا في 1.5. قال لك ده احنا يا دوب واخدين 2 مليار و700 مليون.
قرض من الصين عشان نعمل حي المال ونعمل البرج الأيقوني في العاصمة، وإن شاء الله إن شاء الله يديكوا ويدينا ربنا طولة العمر. أول لما هنبيع وحدات في البرج الأيقوني وأبراج اللي موجودة في حي المال هنقدر إننا نسدد القرض. بقول لك على فكرة، ده كل حي المال والبرج الأيقوني دول بس واخدين 15% من العاصمة الإدارية الجديدة. السؤال إيه الخسارة الكبيرة اللي هتقع على مصر لو لغت البرج الأيقوني ده؟ إيه الأزمة الكبيرة اللي هتقع على مصر لو مفيش حي المال والأعمال؟ أقول لك بلاش، تعال نبص للفوائد. إيه الفوائد اللي هتقع علينا إحنا كدولة اسمها مصر لما نلغي المشروع ده؟ وفرت حضرتك 2,700,000,000 دولار اتحطوا، إحنا رقنا نشف مع صندوق النقد الدولي على 3 مليار، بناخدهم على اقساط كل 6 شهور حتة او اكتر من 6 اقساط لما قيمة القسط 300 معرفش وكام مليون. احنا في برج واحد واخدين قرض قيمته 2,700,000,000. بذمتكم بقى اللي بيتخذ القرارات دي حد عاقل؟ هل اللي بيقول انا هقترض المبلغ ده واحد عاقل كده؟ في خلل كبير جدا جدا جدا. عملنا ايه في البرج الايقوني؟ بنينا قد ايه منه؟ معاك قد ايه من ميزانيته؟ وقف دلوقتي، انت في كارثه حقيقيه. قال لك المشروعات اللي ما فيهاش فايده احنا هنوقفها، ها؟ اهو برج مكلفك قد ايه؟ لكن عندنا مطبلاتيه وعندنا مغنواتيه عادي. زي كده اما يطلع الاستاذ احمد موسى يقول لك سعر المتر الواحد في البرج الايقوني 850,000 جنيه. تعالوا نسمع. السويس وطريق السخنه كان كله كده صحراء. طب تعمل ايه في الصحراء؟ بقى المتر النهارده بكام؟ اللي كان هنا ب 13 جنيه من 6 7 سنين النهارده وصل المتر. تاني بقول لك معلومة، وصل ل 150,000 جنيه في البرج الأيقوني. تاني 150,000 جنيه في البرج الأيقوني ده سعر المتر اللي كان ب 13 جنيه من 6 7 سنين. شركات اشترت وباعوا بالمناسبة، وباعوا ولسه وبالمناسبة قافلين عشان إيه؟ هيبقى أكتر من كده. وأنا بقول لك اللي خد من 5 سنين و4 سنين و3 سنين كسب ما شاء الله، كسب لانه اشترى المتر ب 2003 ثم ارتفع ل 12 ثم ارتفع ل 16 ثم 25 ثم 40 و50 وهيوصل 150,000 جنيه في بعض المناطق. بص والله يا جماعه، يعني لما تشوف المشهد الاخير من الفيديو اللي اتقطع بيقول لك بص اللي كان شاري المتر اللي كان عنده ثقه طبعا في قرارات الدوله واشترى المتر ب 2000 جنيه النهارده، هي معلش النهارده المتر هيوصل ل 150 جنيه، شوف بقى انت كسبت قد ايه، شوف انت كسبت قد ايه. انا ما اعرفش مين اللي حدده ب 2000 ومين اللي حدده ب 150، يعني الشكل ده الشكل اللي انتوا شايفينه ده، انت لو شفته هتقول انت فين؟ بصراحه انا هقول ان احنا في دبي، ده كده شكل يمشي مع دبي. صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء وابراج ابراج ابراج ابراج. طلع دي الثقافة الإماراتية اللي دخلت علينا شوية، وفكرة إن الإمارات دلوقتي أحسن مننا، لا ده إحنا مش أحسن منها، دول أخدوا موسوعة جينيس في معرفش وإيه، لا ده إحنا ندخل وناخد موسوعة جينيس أكتر منهم، هم عندهم أطول برج خليفة، لا ده إحنا هنعمل أطول برج، البرج الأيقوني، وهنعمل أطول ساري، الساري اللي موجود، وهنعمل أطول أكبر كنيسة، وهنعمل أكبر جامع، وهنعمل أكبر مش عارف إيه نهر صناعي، ها يا إمارات إحنا أحسن منك. ده بفلوسهم، ده بمعوناتهم، إحنا وصلنا لكده، بنغزهم إن إحنا أفضل منكم بفلوسكم. وعلى حساب مين؟ على حساب حضرتك، على حساب انت عامل لي اطول ابراج في الشرق الاوسط، عاملها لي في صحراء
حتى الآن صحراء. أنا لسه من كام يوم كده قريت خبر عن الموظفين اللي تم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة. موظفين بيصرخوا بيشتكوا بيقولوا إن الواحد فينا بيتكلف مواصلات يوميا 150 جنيه عشان يروح للعاصمة الإدارية الجديدة، وبنروح نقعد على المكاتب ما بنعملش حاجة، مفيش شغل، مفيش حياة لسه بدأت في العاصمة، مفيش، بس بنتكلف كل يوم 120 و150 جنيه مواصلات. بس يبقى اسمنا ايه؟ ها احنا فتحنا العاصمة الإدارية الجديدة ونقلنا الناس، هل احنا كنا محتاجينها؟ وانا مش ضد التطور، بالعكس ده انا مع التطور جدا جدا جدا، وشايفة ان بلدنا تستاهل التطور والمواطن يستاهل التطور ونبقى بلد متطورة ومتقدمة ومتحضرة، انا مع ده جدا. لكن على حساب ايه؟ على حساب التعليم، على حساب الصحة، على حساب الدخل، مش كده. ده كده كأنك في دبي حضرتك، مش كأنك في مصر. احنا خدنا 2,700,000,000 عشان نعمل المشهد ده، عشان نقول احنا هنبيع وحدات المتر فيها ان شاء الله هيوصل ل 150,000. هم مش عارفين ان بقى في سمعه سيئه دلوقتي بقت طالعه على العاصمه الاداريه الجديده، بقى اسمها مدينه الاشباح. لما يبيعوها ونوصل فعلا ان احنا بنبيع فيها المتر ب 150,000 ابقوا صحوني. ده احنا شفنا الدكتور السيد ناسي اسمه، انا اسفه يعني، اللي قال نبيعها وكان كل احلامه ان المتر يبقى ب $800. $800 يعني بتتكلم في حوالي تقريبا 30,000 جنيه. بيقول لك لو اتباعت بالرقم ده احنا هنسد ديوننا كلها. فالنهارده احمد موسى طالع يقول لك المتر ب 150,000 جنيه، المتر ب $5,000. مش عارفه بيكلم مين الصراحه يعني. فاحنا عمالين بنتكلم ان متر في العاصمه الاداريه في البرج الايقوني ب 150,000 جنيه، وعندنا رئيس جمعيه طالع يقول لك يعني ادي الخبر اهو. كنت لسه بقول لكم قريته من كام يوم، بيقول لك بنقعد 4 ساعات في المواصلات، وفي تفاصيل الخبر بيقول لك بيصرفوا من 120 ل 150 جنيه في المواصلات في اليوم الواحد رايح جاي، وفي النهايه اهو بنروح نقعد في المقرات بدون عمل، بدون عمل، قاعدين كده لا شغله ولا مشغله.